مشاهدينا، أصدرت مصلحة الجمارك قائمة بأسعار العملات الأجنبية التي سيتم التعامل بها اعتبارا من اليوم وحتى نهاية الشهر الجاري عقب قرار تثبيت الدولار الجمركي عند 16 جنيها. وتضمنت الأسعار الجديدة تثبيت اليورو عند 19 جنيها و73 قرشا، والجنيه الاسترليني عند 23 جنيها و15 قرشا، واليوان الصيني عند جنيهين و71 قرشا. كما تضمنت القائمة تثبيت المئة ين ياباني عند 16 جنيها و9 قروش، والريال السعودي عند 5 جنيهات وقرشين.